قال ابن الجوزي رحمه الله: يجب على من لا يدري متى يبغته الموت يجب على من ي من لا يدري متى يبغته الموت ان يكون مستعدا ولا يغتر بالشباب والصحة فإن أقل من يموت الأشياخ وأكثر من يموت الشبان. ولهذا يندر من يكبر. سبحان الله ملحظ عجيب جدا. يقول أكثر من أقل من يموت الأشياخ، وأكثر من يموت الشبان. ولهذا يندر من يكبر. ولهذا عندما ينظر الإنسان في 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 الأسر عموما ويسأل يقول من من في الأسرة من المعمرين؟ لا يكون كل الأسرة لا يكون كل الأسرة معمرين بل من يعمر في الأسرة عدد تجد الذي مثلا يبلغ منهم الثمانين أقل من الذين يبلغون التسعين أقل من الذين يبلغون المئة أقل من الذين يتجاوزون المئة وأما الذين ماتوا من الأسرة أطفالا وفي مرحلة الشباب فيما بعد ذلك أكثر من ممن يعمر ولهذا يقول رحمه الله أقل من يموت الأشياخ وأكثر من يموت الشبان بل أحيانا يكون في بعض البيوت رجل مسن كبير في السن وأمراض وإلى غير ذلك واهله يتوقعون انهم في بين يوم واخر انهم يفقدونه ثم يفاجئون بفقدهم لاحد الصغار في البيت او احد الاطفال او احد الرضع في البيت فمثل هذا الامر عندما يلاحظه لا يغتر بشبابه لا يغتر بصحته بل يتنبه لاستغلال هذه المرحله تنبها عظيما لانه لا يدري متى يبغته الموت فعليه ان يكون مستعدا